بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين متابعي القناة اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذا الفيديو الجديد ملعب اليوم سوف نتحدث عن ملعب بوسعادة ملعب مختار عبد اللطيف هو ملعب لكرة القدم يقع في مدينة بوسعادة التابعة لولاية المسيلة هو ملعب تدريبات نادي امل بوسعادة والملعب الذي يستقبل فيه الفرق التي تلعب في الدوري الجزائري الدرجة الثانية الملعب كان يستوعب حوالي خمسة ألاف مناصر ولكن بعد الترميم الذي حدث فيه أصبح الملعب ذات طاقة استيعابية تصل لحوالي عشرة ألاف مناصر ولقد كانت عملية التأهيل لقد كانت عملية التأهيل شهدت عديد التحسينات خاصة من ناحية الجمالية للملعب كغرف تغيير الملابس ونفق الدخول إلى الملعب أين أعطى وجه رائع للملعب ولا ننسى مقر الندوات الصحفية إضافة إلى التهيئة الخارجية للملعب التي شملت مداخل الملعب والبوابات وكذلك المحلات التابعة للملعب حيث تم ترميم أكثر من عشرين محل بالإضافة إلى موقف السيارات الذي تم توسعته لكن من ناحية أرضية الميدان فهي ما زالت من العشب الاصطناعي حيث تم الاعتماد على وضع العشب الاصطناعي من الجيل الخامس وهذا ليس بالشيء الجيد حيث كان من الممكن حيث كان من الممكن وضع عشب طبيعي للملعب حتى تكتمل عمليه الترميم هذا هو جديد ملعب بوسعاده بعد عمليه الترميم الكبيره التي عرفها منذ مده قصيره في الاخير نتمنى ان يكون الفيديو قد نال اعجابكم قبل الختام لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد الى اللقاء